كان قرار الحرب قد اتخذ في أروقة البيت الأبيض، وانتقلت المداولات نحو إيجاد المبررات والحجج القوية المقنعة للداخل الأمريكي والمجتمع الدولي. وفي خطاب حالة الاتحاد في 28 من يناير كانون الثاني عام 2003، ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، محدداً مبررات الغزو الأمريكي للعراق، ومؤكداً على أنه بحسب تعبيره لن يسمح لصدام الدكتاتور الوحشي الذي يمتلك تاريخاً من العدوان والإرهاب بالسيطرة على منطقة حيوية يهدد من خلالها الولايات المتحدة. وفي مذكراته التي جاءت بعنوان في قلب العاصفة، ألقى جورج تينت مدير الاستخبارات الأمريكية بتصريح كان له دوي القنبلة، قائلاً إنه تم إقحام 16 كلمة في ذلك الخطاب تزعم أن صدام حسين سعى لشراء اليورانيوم من إفريقيا، وأن بوش قال عقب الخطاب إن الأمر مؤكد في كلمة اشتهر بها فيما بعد. سعت الدبلوماسية الأمريكية لإقناع المجتمع الدولي بمبرراتها حول الحرب، لكنها واجهت معارضة من الخصوم التقليديين مثل روسيا والصين، كما واجه البيت الأبيض في بادئ الأمر مزاجاً أوروبياً متردداً غير مقتنع بالمبررات الأمريكية لشن حرب على العراق. ففي 22 من يناير كانون الثاني أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر معارضتهما الإطاحة بنظام صدام حسين، وهو الأمر الذي عكر صفو العلاقات بين باريس وبرلين من ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى. لقد كان موقفاً مؤسفاً لاثنين من حلفاء الولايات المتحدة القدامى. لقد استخدم المعارضون للحرب داخل البلاد فرنسا وألمانيا للإدعاء بأن أوروبا تعارض موقف الإدارة من العراق. هذا بالطبع لم يكن صحيحاً. كانت الغالبية العظمى من الدول الأوروبية داعمة، وقد عمل عملاء صدام بنشاط لإغراء أصدقائهم في باريس وبرلين وموسكو بعروض نفطية مربحة وعقود أخرى. كان الفرنسيون على علاقة وثيقة وطويلة الأمد معه، وقد جاءوا يستفيدون منه بسخاء. الرئيس جاك شيراك على سبيل المثال كان قد أطلع صدام على منشآت الطاقة النووية الفرنسية في السبعينيات، كما تفاوض على اتفاق لبيع العراق مفاعلاً نووياً.